سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية وفي غشواك أحلام نوم. في حكواتنا ملامح ذاتنا، سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في غشواك أحلام نوم. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم، فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم. حكاوي الليل والمطر النازل، حكاوي الليل والمطر النازل، والأحلام العبر غيوم. وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يحبون. وسيرة ناس عمرين إحساس، نغم والناس بالإلفة يحبون. تملى براحتك يا ساقينا نغم أفراحك، شايلنا على كتافك، اختار جراحنا وناسي جراحك. يا شايلنا على كتافك، وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. ما متكفي ما متكفي يا معلم جسمسين، ان ضربتها في 100 ما بتكفي. قوم قوم الحق الحق الدوام الثاني قبل ما تلحق. اصبر بدا كده نطد عيون وكلام مع النفس في الفرقت وما اتلقت. يا معلم قسم قوم قوس رزقك وين وقسمتك وين؟ أكوس هو من من الستينات، من الستينات وأنا بكوس. اقبل. لا انا في السوق، لا ما بتاخر بجاسي، لا بحصل الغداء، ما بتاخر على الغداء، اول الغداء ما حيتاخر عليه. اجيب معي شنو؟ بقدونس. هذا حاضر. اي يا قسم السيد، ما مشاكل الحمل
والبنية بكرية. ها يا أمي عليك الله، أنا ما باكل أي حاجة، خليه يجيب لي البقدونس. كلمته وقال جايبه ليك، قلت ليك أي خالته يقبال عليك الله. كلم عمو قاسم عشان يحجز لي في عيادة الموجات الصوتية، عشان الدكتور صفوت قال الموجات دي مهمة. قسم السيد حيشيل بطولة الأندية الأفريقية. يا تهلان يا إلى السودان يا حاج سيد البلد. لا نتمنى ذلك، خصوصا إنه الهلال ده يقوده مدرب فذ. ناغويرا ده راجل برازيلي بتاع خطط وتكتيك. ناغويرا ده خطير جدا جدا، نحن بنتمنى إنه يقود الهلال ده من مصر إلى مصر. ناغويرا يا حاج، ناغويرا ده راح له 20 سنة يا ما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الباقي يبني على الرقاب وعلى الرؤوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. الموت حق الحياة واطلع. انت طوالي في الشارع، شيل شيل حاجه دي وديها لامك. هاك والقروش دي سلمها لامك في ايدها، فاهم؟ اوعك تمشي تاجر بيها عجله ولا تلعب بها بلاي ستيشن، مفهوم؟ حاضر يا ابو. امشي امشي امر راسك الكبير ده. قسم السيد يا أخي، مسألة تسوق الأمجاد دي لحد الساعة 12 بالليل وبس. المسألة دي دايرة إعادة نظر، لأنه العربية دي عليها أقساط يا أخي. شوف يا حاج، أنا ممكن أعيد لك النظر في 4 أيام، عندك الأحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس والجمعة والسبت. دي أيام مناسبات. بتعرف حاجة مسكة؟ حاجة مسكة دي أنا ماسك لها الصاج بتاع الطعمية. والخميس والجمعة والسبت دي أيام بتاع مناسبات. بعدين يا حاج بابكر، الحديد ده نعم زي البني آدم، داير الراحة، خليه يرتاح يا أخي 3-4 ساعات دي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
وكل سريع يا بلبل عشان ما نتأخر من مواعيد العيادة. ولا أحسن تضربي لي يا خالتي؟ ما عندي رصيد. أخير يكمل كريعات الغبوج ديل ولا يكمل رصيدي. مدام صارك وقلبك. قلتي حاجة يا خالتي؟ ما قلت شيء. يا أمي عليك اللي خلينا أمشي مع أبو سين الموجات الصوتية. على الأقل الزول يعرف أكان بيت ولا ولد. وما بيجي مارق وما بتعرفي كان بيت وكان ولد. هيا أمي لكن حسن نفسه في بيت. كنا عنده من باقي المبلغ لكن دي بتجي كمان يا قسم السيد. بسينة دي يا بنتك وسرية دي زوجة ولدك عبد المنعم. 120 جنيه يا حاج. شوف يا ابني اعملوا العملية بتاعت الموجات الصوتية دي وبعدين امسك دي رخصة القيادة وده الموبايل بتاعي خليهن عندك هنا ساعة ساعتين بالكثير اجيب المبلغ واجي. مسك حاجة. هاي. دبر المبلغ وتعال. عيادة دي فاتحة. حاضر. لكن معقول يا قسم السيد؟ العربية لسه أنا ما سددتها أقساطها. انت راكبها لي ملاكي؟ قسم السيد يا اخي انا كلمتك وقلت لك العربيه دي لو ما سددت اقساطها انا حيسدوني في السجن. يعني حاخذ باقي عمري كله في السجن يعني في كوبر. عمرك طويل يا حاج عمرك طويل وسط اولادك واحفادك وحفيداتك يا حاج. بعدين انت عارف البلد دي مليانه سواقين لكن انا اخترتك انت بالذات لأنك زول كبير وزول عاقل وزول شغل. ولسه يا حاجة أنا بتاع شغل والمشوار اللي كنت فيه السيدة خير دليل. مشوار شنو؟ كيف يا حاج؟ مجموعة طلاب أولاد أسر مبحبحين جدا جدا ومنغنغين ماشيين لحفل بتاع تخريج في نادي الضباط في بحري. وين؟ في حي المطار يا حاج حي المطار. تفضل يا حبيبي. لا 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 وين يا اخي تفضلني وين طوال انت مستعجل ما شنو الزمن يا عبد الصبور يا اخوي علمنا الكذب اريته يقيف على الكذب بس. يا قسوم يا قسوم يا حبيبي ما في زول بيعيش له قبيله ما في زول بيشتغل له 18 ساعه في اليوم. لو بمنطقك ده العالم مفروض يعيشوه 100 زول و6 مليار نسمه الباقيه مفروض يتفرغوا للقرايه والاطلاع كنا بقينا علماء. الجماعه المفروض انت يقفوا معاك ويساعدوك انت فرغتهم ما عارف اديتهم خلو طرف ليه. اعمل شنو يا عبد الصبور يا اخوي عبد المنعم ولدي قاعد 5 سنين في 5 مشيط بدل ما يرسل لي حاجه يعيني بيها رسل مرته حامل حق رسوم المطار ما عندها وحسن نسيبي تعرف ما هيته ما فايته جريدته وفوله وحق مواصلاته. ايوه
أنا بشوف يا أن نشوف الموجات الصوتية بالأول. الموجات الصوتية بتكسر المقاديف يا أبو السيد. واحدة من أحلامك اتحققت. قلت شنو؟ مشيت الموجات الصوتية وقالوا لي بيت. طبعا لازم تشبههم، يعني حتشبه أبوها أقعبا وين يعني. أكيد يا منعم. قلت لي المولود نسميه منو؟ أنا شايفة أحلى اسم أسعد. أنت هي بدل ما تتقلب كدي قمشي لك كتاب أقرأ زيك وزي الولادات الزية. ألو حسن، يا حسن يا الله، أنا يا أخي من الحساسية المفرطة دي ما كلمتك، قلت لك أبوي ده ما بقصر، بقوم بالواجب وزيادة. لا 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 يا منعم، والله خالته يقبال وعمو قسم بيعاملوني زي بيتهم بالظبط. بعدين انا كنت ماشي اولت هناك في البلد، لكن احسن هنا. لا رسلت ليه امي حتجي في الايام الجايه دي. يلا باي. قاسم. اي يا قاسم، البيت ده انت ساسه وانت راسه. اوه
بدينا في كلام الخضر اللذيذ اللي قصر عمرك يا قسم السيد. قعدت اقول شنو انت؟ لا 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 ما قلت حاجه. قولي 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 يا اقبال. الزمن ده الزول كان لقى له فرصه بيستغلها، وديته فرصه اللي لقيته وما استغليتها. انا دكان الاتصالات الفتح في طرف شارعنا ده ماله؟ انا اتكلمت معاه سيده وقلت له قسم عنده 4 يوم في الاسبوع ما شغال. ديته ايام ما شغال فيها دي يا اقبال. الزمن اللي ما قعد ترمي فيه طعميه ده احسن تستغله بدل الونسه والكلام الفارغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زعلان مالك؟ الرجال شغالين 48 ساعة، أنت من المغرب تجي تنجد احتنوا. قسم السيد، يا قسم السيد الله يعليك ويقويك. وقال يا ود أمي السترة والفضيحة متباريات. والله من يومك راجي السترة. وحس يا قسم السيد حسنة نسيبت ولدك جاية من البلد تحضر ولادة بيتها، ودي براها دايرة لها وضع خاص. وحسن راجل بيتك ظروفه صعبة، وانت عارف مرتبه ما فايت الجريدة الشايلة في يده. وانا ما دايرة بيتي تستظلم رقبتها، ما دايرة بيتي تستصغر روحها، دايراك تحجز لها هي ومرد عبد المنعم في الجناح الخاص. يا ابوي ابوي، الخطاب ده رفعته لك هسه حميدة بالحيطة، قالت رسلوا لك ناس المدرسة معاه ولد لؤي. بلبل حقيقة ابننا البلولة قسم السيد بصفتي أستاذ في المدرسة ورجل تربوي في المقام الأول بعزي ده كله يا سيد قسم السيد لإحساس ابننا البلولة بالفشل الأكاديمي وعدم القدرة وقلة الحيلة في منافسة الطلاب المتفوقين. والحل؟ ديل أطفالنا فلذات أكبادنا، بندفع القالي والنفيس من أجلهم. فعلا، والحل؟ دروس خصوصية ذات جرعات مكثفة. بالمناسبة يا سيد قسم السيد، كل الأسر ذات الأفق الواسع بتدفع ضمغليبة في سبيل النشأة. دي عوائد وأرباح يا سيد قسم السيد. لا والله شنو يا رجل، خلى عنك. تعرف يا ابو السيد يا صديقي، اخوك عبد الصبور ده لو دقس كان يتلحس. وكنت لحقت الدقس ويتلحقوا. تعرف يا عبد الصبور الناس انت ما زوجت يا عبد الصبور يا اخوي لانه قلتوبه لسي بقص الطواقي دي رفضتك ابتك قالت مش عايزاك. عشان كده الموضوع ده سبب لك عقده، عمل لك صدمه. بالعكس بالعكس، لسه منتظراني. وانتظرها لي بالسنين ده علمها طولة البال. عشان كده اشتغلت ست طواقي ها، ومن بمبره ما بتقوم. من بمبره ما بتقوم. النسوان الزول بيعيشهم في الخيال مش في الواقع، يسرحن ويمرحن في القصايد والغنى، والاخير يمرحن ويسرحن بين المطبخ وغسيل العده. كفايه يا عبد الصبور يا اخي كفايه. في ناس زايرة تتزوج مجرد زواج وخلاص عشان تخلص من الموضوع ده والهم ده. في ناس زايرة تتزوج عشان بس تحلف علي الطلاق. عبد الصبور داير له مرة يحلف بحياته. لف لف يا ابو السيد.
الله يسعدك يا امي. والمبتدا والخبر ما بقصر انا والله يا نفيس كل تدخل عليه كان ما حصل واخواتي عليك الله يا امي ما تقصري معاي والله يا حجه حسنا شيء لك حتى لما المولود مشى ما عندنا مالك يديك العافيه الله يسلمك. اما بالنسبه لإن واخواتها والله ما بقصر اي حاجه دايره ثنا بجيب ليه والله بالكثير يجيب لي والله صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه والبركه. الله يسوي شنو اي حاجه دايره ثنا وبيقم بنات حاملات كمان. اي أيوة والله والله سرية عمها قسم السيد حلف ودق صدره قال لو داير لبن الطير يجيبوا لي دق صدره 200 والله صدقت يا اختي والله صحيح ما مقصر معاهم في اي شيء وزي ما يقولوا يا بنت امي النسيب عين شمس الله يديه العافيه ويقدره ويشيل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ابوي ده انسان عظيم جدا وخدوم ومتفاني ولأنه بحب بيته لازم الحب ده يشمل منه زوجي بيته ولا شنو يا حسن؟ واثق والله واثق جدا يا أبو سينا. ونحن زادنا الحاجة شوية والحاجة الكعبة ما بندورها والله الناس ما بدور الشي الكعبة ولا الحاجة شوية والله الحمد لله. لمصلحتك يا ابني انت لازم يكون عندك أستاذ متخصص لكل مادة نواصل من قطع من الدرس تنقسم الجملة إلى قسمين اسمية وفعلية. أصلك ماشي الهم يا منعم والله لو كنت فيه ما كنت عملت العمل عم قسم. وبالمناسبة حق نسمي المولود قسم تسموه قسم السيد عشان ترموا همومكم عليه وترتاحوا انتو. قلت شني يا منعم؟ خلاص يا حسن قمت الحساسيتك المفرطة دي ما كم مرة كلمتك قلت لك الحساسية دي بطلة وبعدين غير كده أبوي قاعد يحتبرك زي منعم واحد ويمكن أكتر. أنا بعتبر عم قسم السيد ده في مقام أبوي. هاي والله يا أبو سينا عم قسم السيد راجل درس وإنسان ما هين. هيوة بعدين هن بقولوا البيت أدوها وعينوا عليها. لا 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 عينوا عليها عينوا عليها يا حسن. الحمد لله اللي حصلناك يا قسم السيد عشان حسنة دي تسمع بأضانة. أنا قلت لها ولادة بكرية لازم تكون في جناح خاص. أنت قال الولادة دي هينة ولا سهلة؟ الولادة دي موت وحياة. أصله قسم السيد ده حلف قال كان في جناح خاص ولا في مستوصف خاص. البنات أصله ما عنده مشكلة القروش دي أصله ما عنده فيها مشكلة بس البنيات الله يديهن الحلل الهين ولين. والله ما بقصر الله يديه العافية. الله كريم. آي ما قلت لك سلوى عرفة متعلم عين دايرة بني شو شنو؟ تعالي قسم السيد. اي حجزنا خلاص الدكاتره قالوا الوضوء ان شاء الله في الاسبوع ده الا قالوا سريه بتحتاج عمليه قيصريه. يا تو اها يا قسم السيد تمشي تدفع ولا تديني انا امشي ادفع؟ هاكي ده شنو يا قسم السيد ده القروش شنو؟ هاكي امسك يا ابو السيد امسك وقول البركه في ست الطواقي رفضتني وبعدتني من الشلهة اللي انتوا فيها دي. ان شاء الله يا ست الطواقي الطواقي تبقى لك
تاج وغار. يا ريت انا ذاتي كان لقيت لي واحده زي الست الطواقي دي، كان على الاقل بكون احسن من الحاله اللي انا فيها دي. تبقى معانا مش كده؟ عبد الصبور، انت الزول الوحيد الحقيقي في حياة قسم السيد. شرارة خوة وصداقة أصريت تنفخ فيها عمر بحاله، لحد ما الشرارة مسكت وبقت نار، والنار شبت في قلب أخوك. يا راجل يا طيب. يا صديقي، الحياة ما شغله بس، الزول بيشتغل عشان يعيش حياة كويسة، لكن شغل لدرجة انه يقتل الحياة نفسها. وين قسم السيد؟ وين انفعاله بالحياة ورغبته الجامحة في الاستمتاع بها؟ وين حبه للفن، حبه للكورة؟ الاستاد الكتب تدخل الساعة 2 ظهرا، زمن هنفيد المجري وسانتوس البرازيلي. وين ابو السيد؟ وين ابو السيد المكتوم بالثقافة والمعرفة والسينما العربية ونجومة اسماعيل ياسين وهند رستم، عمر الشريف وبرنت عبد الحميد وفاتن حمامة والمليجي؟ افهمني يا صاحبي، انت ما وزارة مالية، انت ما مكنة بتدور في كل الظروف. حياة المستهلك والمنتج دي لازم تنتهي من حياتك. قلت شنو يا قسم السيد؟ من الليلة، من الليلة يا إقبال، الشغل 8 ساعات فقط في اليوم. سجن أمي يا بنات أمي، الراجل مع جنة. حي العوض يا اخي. عليكم السلام يا حاج قسم السيد، كيف الاحوال؟ تفضل. تسلم تسلم، يديك العافيه. انت بتسمح في موسيقى يا قسم، ما بتسمح في نشرة اخبار 8. احاسيسك دي حريكة شوية. بقول هيك. ايوه يا عم قسم السيد. اللمه دي شنو؟ ده منير ود عم جابر، خلص دراسه في اوكرانيا
ورجع البلد. يا راجل منير كان في مدرسة الابتدائي قريب ده. يا عم قسم منير ده أخذ في أوكرانيا أكتر من 6 سنين. عمك قسم السيد ده مثقف ومستنير. أوكرانيا دي مقاطعة من مقاطعات الاتحاد السوفيتي العظيم. الاتحاد السوفيتي ده اتحل له أكتر من 20 سنة. يا راجل وقرباتشوف فيه ولا شلحه؟ زمان. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يدوم إلا الحق عز وجل، ما دايم إلا هو. عم قسم السيد ده كان مقرش ولا شنو؟ بمناسبة الهيمنة الأمريكية تتضح بجلاء في غزو العراق. العراق؟ غزو الأمريكان؟ 200. ميسي يطالب الجماهير بالهدوء. يطلع مين ميسي ده؟ هو القرن ده كله يا ابني كان فيه لاعب عظيم زي بيلي الجوهرة السوداء، قول بوبي مور، قول بوبي شارتون، وأعظم حارس كان الروسي ياشين. يا سلام يا سلام. لكن تقول لي ميسي؟ يطلع ايه ميسي ده؟ وبعدين الأسامي الجديدة بيجيبوها من وين؟ ها؟ هاك يا أخي، هاك جريتك. Oh.
حكاية، كلمة بتضحك كلمة تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح تلوح بالتعبير الصادق ندي الصادق ندي قصة زول هيمان شادوا الميت العالم.